السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الخميس الموافق للسادسة عشر من شهر إبريل لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع صحيفة الوطن والتي عنونت لهذا اليوم: رئيس الوزراء الاستعداد أكثر للمرحلة المقبلة ومراجعة بعض التشريعات. المواصلات: لائحة تنظيمية جديدة للتجوال الدولي قريبا. إحالة 132 شخصا من مخالفي قوانين مواجهة فيروس كورونا للنيابة. ومع صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في أولى صفحاتها لهذا اليوم: ناصر بن حمد يسهم بمليون دينار لحملة فينا خير. الأعلى للمرأة يقيم 149 استشارة اقتصادية عن بعد. منظمات حقوقية: البحرين توفر رعاية صحية مثالية. مجلس النواب يفتح ملف تقرير الرقابة المالية يوم الثلاثاء القادم. وإلى صحيفة الأيام والتي نشرت: الوطني يدعم فينا خير ب 2.5 مليون دينار. السماح بمرور كل الشاحنات على الجسر ابتداء من اليوم. وإلى صحيفة البلاد والتي بيّنت: المبرة الخليفية تطلق مبادرة 100 جهاز محمول. فتح التسجيل لبرنامج استمرارية العمل من تمكين. أهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة الوطن أنه خلال استقبال صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لرئيس مجلس النواب فوزية زينل ورئيس مجلس الشورى علي الصالح، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، أكد أن مملكة البحرين يجب أن تكون أكثر استعدادا للمرحلة المقبلة التي تتطلب منا تعاونا أكبر ومراجعة لبعض القوانين والتشريعات وتطويرها بما يتناسب ومستجدات هذه الأوضاع. نشرت صحيفة الوطن مقالا للكاتب فيصل الشيخ بعنوان: حينما يتحدث خليفة بن سلمان عن الصحافة الوطنية، تحدث فيه حول إشادة سمو رئيس الوزراء الموقر لرجال الصحافة والإعلام خلال استقباله لمجلسي النواب والشورى. فإلى المقال. مثلما كانت الغيرة الوطنية لدى إعلامنا المخلص في عام 2011، نرى اليوم إعلامنا وصحافتنا وكتاب الرأي يتمثلون بمسؤوليتهم المجتمعية فيما يتعلق بمواجهة خطر تفشي وباء كورونا من خلال دورهم في نقل المعلومات، إضافة إلى الوعي الذي يركز فيه أصحاب الرأي وكتاب الأعمدة. ولأننا نتحدث عن رجل محنك وسياسي من الطراز الرفيع وباني دولة منذ استقلت البحرين، فإن الأمير خليفة بن سلمان مدرستنا الإدارية يعرف تماما كيف أن تقدير جهود المخلصين كل في مكانه وموقعه، وليست الصحافة وحدها، سيدفع كل فرد لبذل المزيد ومواصلة العمل بجد لأجل وطنه، لأن وطنه في المقابل يقدره ويثمن دوره. الأمير خليفة بن سلمان سمعنا صوته الواثق كعادته في نشرات الأخبار وهو يرأس جلسة الحكومة الأخيرة عبر الاتصال المرئي، صوته الذي كان به يشيد بالقيادة الحكيمة لجلالة الملك وجهود سمو ولي العهد، ويقدر به جهود الوزراء والوزارات، وثمن من خلاله كل جهد مخلص يبذل لأجل البحرين وأهلها ومن يقيم فيها.
نقرأ من صحيفة الأيام أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أجرى فحوصات طبية لفيروس كورونا، وذلك ضمن الفحص الدوري لطاقم الفريق الملكي للقدرة وكل طاقم العاملين من مختلف الإدارات التابعة لسموه. وأعرب سموه عن تقديره للطاقم الطبي والتمريضي وبالعطاءات النبيلة للتعامل مع فيروس كورونا. لفتت صحيفة أخبار الخليج أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية، أعلن على حساب سموه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي الانستغرام عن مساهمة سموه من حساب سموه الشخصي بمبلغ 1,000,000 دينار بحريني للحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا ضمن حملة فين خير التي تأتي بقيادة سموه. بيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وزارة المواصلات والاتصالات قالت إن خدمة توصيل البريد الداخلي استمرت من دون أن تتأثر بجائحة فيروس كورونا، وأن العمل مستمر في فرز وتسليم الطرود المحلية من دون أي تأخير. نقرأ من صحيفة الأيام أن وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان شارك في الاجتماع الاستثنائي لوزراء العمل بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية من خلال تقنية الاتصال المرئي المباشر، وذلك لاستعراض التدابير والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن وزير الخارجية الدكتور عبد اللطيف الزياني أثنى على الجهود المتفانية التي تقوم بها أجهزة وإدارات وزارة الخارجية في هذه الظروف الطارئة التي فرضها تفشي فيروس كورونا في دول العالم، كما أشاد بجهود سفارات وقنصليات الوزارة في الخارج لترتيب عودة المواطنين البحرينيين إلى أرض الوطن. لفتت صحيفة الأيام أن الفريق الركن عبد الله بن حسن النعيمي وزير شؤون الدفاع قام بزيارة تفقدية إلى وحدة العناية المركزة الميدانية والتي تقوم بها الخدمات الطبية الملكية بالمستشفى العسكري، حيث استمع إلى شرح مفصل عن طبيعة عمل الوحدة والخدمات العلاجية. بيّنت صحيفة الوطن أن الشيخ هشام بن عبد الرحمن آل خليفة محافظ محافظة العاصمة أعلن عن توزيع المحافظة ل5,780 سلة ووجبة غذائية، والذي يأتي ضمن الحملة الخيرية مع النهتم التي أطلقتها المحافظة مؤخرا، وتستهدف توزيع الوجبات الغذائية على المحتاجين والمتضررين من فيروس كورونا القاطنين في محيط العاصمة. في تصريح خاص لصحيفة الأيام أفاد الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الخيرية الملكية، أفاد أن المؤسسة أطلقت مبادرة أدويتك في بيتك، إذ تم توفير الأدوية الطبية للأسر المنتسبة للمؤسسة ممن تعذر عليهم توفيرها بسبب فيروس كورونا. أوضحت صحيفة أخبار الخليج أن المجلس الأعلى للمرأة يواصل تقديم استشارات اقتصادية عبر برنامج مستشارك عن بعد، الذي يأتي في سياق حملة متكاتفين لأجل سلامة البحرين، والتي تهدف لدعم صاحبات الأعمال للتعامل مع تحديات السوق خلال الظروف الحالية.
نقرأ من صحيفة أخبار الخليج أن عدداً من المنظمات الحقوقية البحرينية أكدت أن مملكة البحرين قامت بتوفير جميع متطلبات الرعاية الصحية للجميع ودون استثناء، وأن أي ادعاء أو تلميح أو تصريح أو تحوير يستهدف الطعن في جهود الدولة في هذا المجال مرفوض ويتضمن تجنياً غير صحيح. أفادت صحيفة أخبار الخليج أن طيران الخليج الناقلة الوطنية لمملكة البحرين أطلقت حزمة من القواعد الذهبية للحفاظ على صحة وسلامة مسافريها وأفراد الطاقم من انتشار فيروس كورونا. أشارت صحيفة الوطن أن وزارة الصحة كشفت عن قيامها بزيارات ميدانية لإجراء فحوصات عشوائية لمواطنين ومقيمين في عدد من مناطق مملكة البحرين بلغت 850 عينة، وذلك حرصا منها على تعزيز الصحة العامة بمملكة البحرين. نقرأ من صحيفة الوطن أن إدارة الصحة العامة بوزارة الصحة أعلنت عن إحالة 132 شخصاً من المخالفين للقرارات الصادرة بشأن الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا إلى النيابة العامة، وذلك لعدم التقيد والالتزام بالاشتراطات وبالقوانين لمواجهة فيروس كورونا. نشرت صحيفة الأيام أن فريق العطاء التطوعي بالشراكة مع مديرية شرطة محافظة المحرق نظم مبادرة توعوية وتثقيفية لتوعية العمالة الأجنبية في منطقة عراد لنشر ثقافة وطرق الوقاية من فيروس كورونا. نشرت صحيفة البلاد تصريحات لعدد من الأطباء لوكالة أنباء البحرين يشيدون فيها بالخطط التي تم اتخاذها وبما تم إصداره من توجيهات وإرشادات للحد من انتشار فيروس كورونا. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة الوطن نطالع أن مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف كشفت عن إدخال تقنية مبتكرة للكشف عن المصابين بفيروس كورونا، وهي عبارة عن خوذة ذكية تمكن المسعفين من قياس درجة حرارة المحيطين بهم بمجرد النظر إليهم. وإلى فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. إلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام برنامج صحافتكم لهذا اليوم، شكرا لكم على طيب المتابعة وإلى اللقاء.